لو الحكاية فيها إن فيديو ازاي اختار موبايل مستعمل واتاكد ان هو مش مسروق؟ والله حته مش مسروق دي مشكله الداخليه. صعب بسيط جدا. انت ممكن تشتري جهاز بالكرتونه وتلاقيه مسروق من عربيه بضاعه مثلا. تشتري جهاز بكرتونته ويطلع مسروق من عربيه بضاعه. فانت وانت بتشتري على الاقل خالص يبقى معاك اللي بتشتري منه ده يبقى معاه فاتوره من محل معتمد او ضريبيه ان هو مشتري الجهاز ده فعلا. او يعني احنا كنا طلبنا من الداخليه في فتره من فترات ان هي تعمل موقع ليها عليه كل سرائر الاجهزه المسروقه. ده يساعدهم ويساعد انا ما يدخل لي جهاز هعمل سيرش عليه الاقيه مسروق هتصل بالاسم. طلبنا الموضوع ده منهم بدل مره 10 مرات محدش عمل فيه اي حاجه. الاجهزه اللي بتكون مسجله بقى ان هي مسروقه. ايوه يعني انت النهارده اللي بيروح يعمل محضر بتليفونه اتسرق بيروح بالكرتونه عربيه الشركه ما تتسرق كلها بالبضاعه اللي فيها بيعملوا محضر بسرائر الاجهزه المسروقه. فالمفروض الداخليه يبقى لها موقع عليه سرائر الاجهزه المسروقه. ولو حب يراقب المحلات وهو بيراجع على السرائر دي اي محل يدخل سيريال جهاز مسروق يظهر عنده ويبتدي يراسله. انت بتكشف على جهاز على السيريال الجهاز ده ليه؟ عشان ابعت يعني انا ابعت لك انا عندي الجهاز ده بشتريه. او انت كمواطن تخش انا معايا الجهاز ده بياناتي هو بكشف على سيريال الجهاز ده. مسروق ولا مش مسروق؟ هو يخترق جهاز مش مسروق. او يقول لك جهاز مسروق انت بتسال عليه ليه مثلا؟ ازاي اختار يعني اعرف كفاءة الموبايل المستعمل اللي هشتريه؟ ايه الحاجات اللي بتبقى محطوطة مثلا دي؟ انت عندك ارقام اللي هي التست بتاعت الجهاز اللي هي بتاعت الحاجات الاولية زي الشاشة والكاميرا والبلوتوث والواي فاي اللي هو نجمة شباك 73 شباك. الرقم ده بيوريك التست بتاع الاجهزة. او نجمة شباك 06 شباك بيوريك السيريال. في ارقام معينة بتعمل بيها تيست على الجهاز. دي معروفة ولا لا معروفة معروفة. انت خش على النت ما كل اجهزة ليها الرقم بتاعها. فاهم؟ نعم. انت ما تيجي تجرب هي حاجات معدودة يعني التيست بتاع الشاشة الاربع اركان شغالين ولا لا. كاميرا امامية كاميرا خلفية بلوتوث واي فاي. البطارية بشوفها كام في المية واعمل مكالمة طويلة مثلا 10 دقايق واشوفها نزل كام في المية. واسيب الجهاز على الشاحن مثلا 10 دقايق واشوفه زاد كام في المية. المفروض الجهاز بيزيد 2% كل دقيقة. طيب. اشوف بقى الجهاز شحن بسرعة ولا بيشحن ببطء في مشكلة شحن. طب ازاي اعرف ان البطارية اللي فيه دي بطاريته الاصلية ولا مش هي؟ خدت زي 25 دي يعني حتة فنية. حتة فنية صعبة على الزبون العادي يعرفها. زي المسامير كده. بتتعرف يعني. بتتعرف طبعا الاصلي من اللي مش اصلي. بالنسبة للفني زي مسامير الجهاز بتبص فيها يبص اه المسامير دي اتفتحت قبل كده او لا. دي حتة فنية اكتر مش هيعرفها المستهلك العادي بسهولة يعني.